مشاهدين في كل مكان حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نهاركم مبروك، متابعه جديده. اليوم حنكونوا رفقه امر منطقه طبرق العسكريه اللواء سالم الرفادي في جوله تفقديه على الحدود الشرقيه بالبطنان عامه لتفقد الوحدات العسكريه المتمركزه على الحدود الشرقيه. كونوا معنا في المتابعه. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مكملين في المتابعه، واول نقطه بوابه بير الغبي مع الافندي اللواء سالم الرفادي امر منطقه طبرق العسكريه لتفقد الوحدات العسكريه التابعه للقياده العامه للقوات المسلحه. رحب بك يا افندي. اهلا بك يا مرسل، اهلا بقناه الحدث ومشاهديها. الله يسلمك. الجوله التفقديه، يعني بدايه نحن وصلنا لاول نقطه، يعني لو تحكي لنا. هذه منطقه طبرق العسكريه، امر منطقه طبرق العسكريه وضباط منطقه طبرق العسكريه عدد من امراء كتائبها منطلقين اليوم إن شاء الله في جولة تفقدية استطلاعية في نطاق حدود منطقة طبرق الجنوبية، وفي نفس الوقت للتفتيش والاطلاع على مستوى أداء الوحدات في موقعها. ونحن الآن في موقع الكتيبة 401 استطلاع، بداية من الانطلاق حيكون من هذا الموقع وموقع بير الغبي، وان شاء الله حنكون منطلقين الى بعض النقاط المتقدمه، ثم الجغبوب وجنوب الجغبوب والعوده ان شاء الله. ممكن نقعد يوم او اثنين ونعود ان شاء الله. ان شاء الله نحن مواكبين معاكم هالمتابعه. كيف شفت افراد القوات المسلحه والشباب ومعنوياتهم في التمركز الامني الاول؟ والله هذه كتيبه استطلاع متخصص استطلاع، ورجال الاستطلاع دائما لهم مميزات في الصحراء، والحمد لله نحن اول نقطه لقيناها نقطه كويسه فيها ضبط وربط عالي. نشكر امر كتيبه العقيد الصافي وضباطه وضباط صفه، وهذه مهامهم هي حمايه قاعده طبرق الجويه من غربها وجنوبها وشرقها، يعني حوالي 3 أو 4 نقاط قوس جنوب قاعده طبرق الجويه لحمايتها، وايضا استطلاع المنطقه المحيطه ومحاربه التهريب ومكافحه التهريب والهجره. إن شاء الله ربي يوفقهم، يعني يحتاجوا لبعض الإمكانيات طلعنا عليه الآن. سيتم نقل الصورة كاملة للسيد القائد العام، ونتأكد نحن واثقين أنه حيكون دعم قوي كما هو دائما إن شاء الله. مكملين معاكم هالجولة يا فندي وتشدوا على يديكم موفقين. العمليات أمر شعبة العمليات في المنطقة هو المختص دائما بالعمليات، والعميد المضان العوامي أكثر دراية بهالأمور. نرحب بك يا فندي. مرحبا وسهلا، مرحبا. اضافه جديده لو تضيفها لنا اللي هي موقع القبي، هذه نقطه انطلاق دوريه استطلاع الكتيبه 401، وهي دفاع دائري من الغرب للجنوب. تسمح فيه من الغرب للجنوب دفاع دائري ب4 نقاط دائريه خاصه على الحدود الجنوبيه الغربيه بقاعده ناصر الجوي، وكذلك في جهه الشرق انطلاق قوس دائر كامل من الغبي ثم المقزحة ثم الموقع البوستر الأول ثم بوابة 50، 4 نقاط. رغم النقاط اللي تحدث عليهن سيادة اللواء على بعض الاحتياجات وبعض النواقص اللي تخص افراد قواتنا المسلحه، ولكن يعني شوفوا ان معنويات رجال قواتنا المسلحه يعني عند الجنود تكون الروح المعنويه للجنود ممتازه جدا جدا، ويتمنوا ديما الحركه هذه والخروج دائما في دوريات حتى ترتفع معنوياتهم ويعطوا اكثر ما يمكن. شدوا على يديكم يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا ببوابة 150 حاليا. آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي يتفقد في البوابة ويتفقد على الجنود والضباط المرابطين من خلال هالبوابة. ما زلنا مكملين في هالمتابعة وهالجولة، ما تمشوش بعيد. بتصفكم كفاءات بعضكم أكيد كفاءات. أبنائي نشوف في شباب ممكن نخرجهم منها، بالتالي هذا وطن. أنتم قاعدين في هذا المكان المفتوح في الصحراء حماية للوطن، وفي جنوبنا انكم بتكونوا في مستوى الثقة اللي منحها فيكم الجيش واللي منحها فيكم سيدي القائد العام. يبلغكم السلام. منصفكم ضباط صف اكفاء، انا واثق من كفاءتكم، صف السرايا وصف الوحدات. ابنائي الشباب عليكم ان تاخذوا كل ساعه قاعدين هنا على محمل الجد، ما تهزاش على روحك ولا تلحق الغيبة في نفسك. الحمد لله معنوياتكم عالية، جيشكم باسط، صرت مرتاح على الوطن. حتعود إن شاء الله ليبيا كما تشتهوها وكما تبوها، ولكن هذه السياسات يتخذ فيها المستوى الأعلى، علينا احترامها. خوضكم وزملائكم في القوات المسلحة الآن يقارعوا الإرهاب. هذا الوطن قدمنا فيه الرجال، قدمنا فيه الشهداء، سواء كان في بنغازي ولا في درنا ولا في جبهاتنا الجنوبية ولا في جبهاتنا الغربية. عد زميلك الشهيد، عد دماء الجرحى. احترامكم لضباط صفكم راو عامل مهم جدا للنجاح. احترامكم لضباطكم عامل مهم جدا للنجاح. الجيش جا يا شين، جيش يحمي شعب، ولو قريتها بالعكس شعب يريد جيش. انتوا الان لما تمشوا في الشارع يحترموا فيك مواطن عاشق للجيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بصفتي رئيس عرفة واحدة عبد الجواد محي عبد الجواد، آمر بوابة 100. تمت زيارة سيدي اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية بزيارة تفقدية للقاطع الحدودي من بوابة بير الغبي إلى بوابة 150، بوابة 100، بوابة 40، ورفع معنوي لهؤلاء الجنود، رفع المعنوية والكفاءة القتالية. وتم مرور على جميع المناطق العسكرية الحدودية، والحمد لله رفع المعنوية لسيادة اللواء سيدي سالم مفتاح الرفادي. نحن ديما نقولوا ان قواتنا المسلحه وجيشنا هو طوق النجاه، كيف ما تشوفوا نحن يعني هالشمس الحارقه والجنود والشباب المرابطين في هالنقطه يعني، والروح المعنويه اللي ذكرتها لي، النقاط اللي ذكرها الافندي سالم الرفادي اليوم كيف تعقب عليه؟ اول مره من ناحيه النقاط اللي ذكرنا سالم الرفادي، نحن متمركزين في هذه البوابه من تجار البشر، تهريب المخدرات بصفة عامة. وتم تكليفنا في هذه البوابة من عدة النقاط التالية دي. نشدوا على يديك. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى موقع الشقيتي، هالموقع اللي تمركز فيه الكتيبة 190. عمر مختار سابقا التابع للقوات المسلحة، الشباب المرابطين في هالموقع يشتغلوا بمعنويات عالية ومرابطين على الحدود الشرقية الليبية المصرية. كيف ما تشوفوا من خلفي ومن جنبي هالشباك والشبردق اللي شهد عليه التاريخ الليبي وجهاد اجدادنا المناضلين حقبه الاستعمار الايطالي. بس إننا مكملين في هالمتابعه وحنشوفوا الجوله اللي حنكملوها برغم درجه الحراره العاليه، ولكن جنودنا البواصل وقواتنا المسلحه متواجدين ويأدوا في عملهم 100%. مشاهدينا، ما زلنا مكملين في المتابعه والجوله الميدانيه اللي نقوموا بها رفقه امن منطقه طبرق العسكريه اللواء سالم الرفادي، والحاليا التمركز الامني لمنطقه الشقيتي. نتعرف عليك يا فندم. ملازم نايل أولاد السالم. اهلا وسهلا بكم. خلال المتابعه نشوفوا يعني حضور جنود قواتنا المسلحه، يعني حضور مكثف ومعنويات عاليه. شنو تحكي لي من هالجوله وكيف تشوف الروح المعنويه واستعداداتكم وتامين المنطقه ككل؟ الروح المعنويه عاليه للجنود وتامين المنطقه ممتاز، المناطق الصحراويه جميعا تامينه ممتاز، ونحن الان مكلفين من قبل امر منطقه وبرفقتنا امر منطقه، ونحن الان في منطقه الشقيتي بعد اطلاع على المواقع اللي قبلها جنوب الجغبوب نعم، وبعد اطلاع على المواقع اللي قبلها الغبي وبوابه المية، ومتوجهين الان الى جغبوب لاستكمال باقي الجوله. ومنطقة الجغبوب مع هذه المنطقة يعني قريبة جدا من الدولة الشقيقة مصر والحدود المصرية. شفنا طلعات مكثفة للدوريات الأمنية التابعة للقوات المسلحة. ممكن ناخذ أنا لفندي بس بعد إذنك، شكرا يا فندي. نشوفوا في انتشار أمني لقواتنا المسلحة على الحدود الإدارية الشرقية الجنوبية لواحة الجغبوب والبطنان عامة. شنو تحكي لي يا فندي؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. من هذا المكان لا يفوتني أن نحيي أولا سيدي القائد العام، ونحيي سيدي أمر منطقة طبرق العسكرية، ونترحم أيضا على روح الشهداء الأبطال، ونسأل الله العلي القدير أن يشفي جرحانا وأن يعم الأمن والأمان على ليبيا. الأمر الآخر طبعا تعرفين أن من خلال هذه الجولة وسبقانها طبعا قبلها جولات من كل أميرين المناطق السابقين، الغاية والغرض منها هو تأمين شامل لهذه الصحراء الشاسعة لغرض تأمينها بشتى الوسائل المتاحة، لكون هذه الصحراء طبعا امتداد كبير. قلت لك ليبيا انعم عليها الله بهالعمق الكبير وبما يعني تحوي هذه الصحراء من ثروات هائله من امكانيات ليبيا. وانتم عارفين ان الاستعمار لا يفوت شيء، يعني كلهم يعني قاعدين موجهين الانظار على هذه الصحراء طمعا في خيرات بلادنا، ونحن لن نسمح بذلك مهما كلف الأمر، ولو كلف الأمر أرواحنا. اللي نأكد عليه واللي نشوفها وبنعم عليه هو أن هذه الصحراء أيضا تعتبر ذات تاريخ قديم، يعني عجت بكثير من الأحداث والمعارك الشهيرة ضد الغزاة الطليان وضد الأتراك المحتدين حاليا، وتلقنا دروس من أجدادنا لن ينسوها على مدى التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. يعني عدة معارك منها معركة بير حكيم وكذا، عدة يعني لا شهدت يعني مقارعة معارك بشكل لا يوصف يعني. ولله الحمد نحن في غاية الروح المعنوية العالية وغاية السرور وجودنا في هذا المكان المهم من صحراء ليبيا. ربي يحفظكم وجيشنا هو طوق النجاة، وتحية لكل الشباب المرابط من خلال هالنقطة يا فندي. شكرا. شكرا لك. السلام. تقريبا 108. أنا الجغبوب سمي فيها منطقة عسكرية بروحها مستقلة. الجغبوب آخر وأهم نقطة في المنطقة العسكرية طبرق. رجال الجغبوب رجال يمتازوا بالصبر. اللي يشربوا الجغبوب يزوركم الجغبوب من طبرق كله في الجغبوب، من أهالي الجغبوب يمتازوا بالصبر بالعزيمة بأخلاق الصحراء وخبرة الصحراء. الصحراء يعني تنمي الرجل، يفرق اللي عايش في المدينة على اللي عايش في الصحراء، كلهم لهم مميزات، لكن عادة ابن الصحراء يمتاز بصلابة العود وبالقوة وبالتحمل درجات الحرارة. اللي غيبتني عليكم ربما بعض الظروف وعلاقة القيادة والتعليمات الصادرة وعدم يعني انشغالنا في مشاغل اخرى. بصدق انا ما جامش فيك. اخر لقاء مع السيد القائد العام طلعت منا على اساس اني ماشي حندير جوله كبيره في المنطقه العسكريه طبرق وفي حدودنا الجنوبيه الصحراويه المهمه المتآخمه والملاصقه مع الشقيقه مصر. فيبلغ قال لي طبرق هذه مدينتي منطقتي. البصاف القدم عارفين الكلام هذا. وبالله كان وصلت الجغبوب سلمني، شوف ما قاليش كان وصلت طبرق، كان وصلت الجغبوب سلمني على اولادي غادي يقعد على المنطقه عندها فيها تاريخ وعندها فيها يعني علاقات اكيد اول ما توصل غادي بالله وصلت زي ما وسلم عليه، يعني كلمه بالنسبه لي انا نعتبر فيها خاصه. الجغبوب على راسها بيت سعد او تقريبا 108، وهذا ابنكم اخوكم كبير وابن الصحراء وابن الجغبوب، وخير من يعرف مشاكلكم الخاصه والاجتماعيه. ربما يجي غادي وينتش اللي يلقاها ياخذها، يحاول بطيابته واخلاقه يحاول ياخذ اللي بيها، ياخذها المنطقه الجنب المعسكر. زملاء الضباط مش باخرين عليه ولا المنطقه باخره عليه سعد، بس انا حقيقه زرتكم كاخ كامر رقم واحد، ونوصيكم باش نخلي ذمتي امام سيد القائد العام وامام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. نوصيكم بانكم تكونوا مبعثكم يد وحده، نوصيكم بانكم تحترموا دماء الرجاله اللي قاعدين قدموا دمائهم باش نحن نطمئن على الوضع، نلبس عسكري وندهوروا في درنا وفي بنغازي وفي ونمروا مطمئنين. دماء شهدانا ودماء جرحانا اللي الآن ما زالوا، اللي شبه الله واللي ما زال يعاني من جراح. القائد العام أكرمنا بقراراته اللي في صالحكم، قرار 69 في صالحكم وفي صالح وحدتكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لبوابة 40 ومعايا العقيد سعد قناو آمر الكتيبة 108، يعني من ضمن الجولة حاليا وصلنا لهالنقطة. نرحب بك فندي. مرحبا بك خوي باسط، ونرحبوا بكافة الأخوة الضيوف الكرام، على راسهم سيادة اللواء سالم الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية، وطبعا بتعليمات سيدي المشير اثناء زياره امر منطقه للقياده العامه بتوجيهات من القياده العامه ضروره المرور على كافه الوحدات اللي على الحدود. واليوم نحن عندنا جوله تفقديه من قبل امر منطقه لغرض رفع المعنويات وحلحله كافه المشاكل اللي يعانوا منها الجنود على الحدود. كتيبه 108 طبعا انتم عارفين تبعد عن منطقه طبرق حوالي 300 كيلو، ومرابطه على الحدود الجنوبيه الشرقيه لمنطقه طبرق العسكريه، ومن مهامها تغطيه مساحه حوالي تقدر بحوالي من 700 ل 1000 كيلومتر، مساحه صحراء عباره عن صحراء شاسعه اغلبها في بحر الرمال العظيم ودرجه حراره عاليه، وفي نفس الوقت قله امكانيات، الا ان توجيهات القياده العامه بالاهتمام بالمناطق الحدوديه والرفع من معنويات العسكريين، وبفضل الله اولا وبفضل جهود البواسل الجنود المرابطين في الثغور الخلفيه معنوياتنا عاليه فوق 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 مما يتخيل البشر، ونحن الحمد لله ساعيين في ان نحلحل كافه المشاكل اللي يعانوا منها عسكريين المرابطين على الجبهات في الحدود الصحراويه. ونتمنى من الله عز وجل ان يستقر الوطن ويعم الامن والامان في كافه روعيه بفضل جهودها البواسل اللي اصروا على ان يزوروا ابنائهم المرابطين في الثغور الخلفيه ولو كانت على حساب صحتهم على حساب وقتهم الثمين. فنرحبوا بكم كقناه ليبيا الحدث، ونشكركم على جهودكم المبذوله في تغطيه الحدث العظيم، ونحن سعداء جدا باهتمامكم انتم بزياره سيدي امر منطقه طبرق العسكريه، وسعداء جدا بالتوجيهات والصادره من المستوى الاعلى، ونتمنى من الله عز وجل ان نكون عند حسن الظن ويحفظ الله الجميع من الصعوبات اللي سواء في الصحراء سواء في مجابهه العدو المتمثل في التهريب وفي مكافحه الهجرة غير الشرعية وفي الأمراض وفي الأوبئة اللي تعاني منها كافة البلدان، وخاصة في أثناء انتشار وباء كورونا اللي أكبر مشكلة يعاني منها العالم العربي بالذات نتيجة لقلة الإمكانيات ولعدم توفر وسائل صحية كافية لتصدي من هذا الوباء. نسأل الله أن يحفظ الجميع من هذا الوباء ونسأل الله الأمن والأمان والاستقرار لكافة ربع ليبيا، ونشكر قناة الحدث على زيارتكم وتغطيتكم لهذا الحدث الكبير. اللهم امين يا فندي، هذا واجبنا يعني تجاه وطننا ومعاكم انتم حماة الوطن. شفنا كلمة الأفندي لواء سالم الرفادي للجنود المرابطين بالكلمة المدونة اللي شفناها قبل شوية، والكلمة اللي قالها للشباب بأن توصية القائد العام يعني من خلال زيارة اللواء، قال سلم لي على أبنائي، يعني كل الثقة ممنوحة من القائد العام للأبناء المؤسسة العسكرية. كيف تشوف الروح المعنوية لأفراد قواتنا المسلحة، خاصة أن نحن يعني بلادنا تمر بمرحلة أن نحن نواجه في عدوان تركي ومرتزقة سوريين، ونحن في حالة نفير يعني، وكيف ما نعرفوا أن الحاضنة الشعبية قواتنا المسلحة كلها مترابطة، الروح المعنوية لجنودنا البواسل المرابطين كيف لمستها؟ أولا بفضل الله عز وجل الروح المعنوية لكافة العسكريين مرتفعة جدا ومعنوياتهم عالية ومستعدين يضحوا بأرواحهم وما عندهم أي مشكلة في الدفاع عن الوطن، هذا شيء لا يشكك فيه ولا غبار عليه، معنوياتهم مرتفعة سواء بإمكانيات سواء بدون إمكانيات. وحقيقة رانا احنا في الموقع هذا بالذات كانت الإمكانيات صفر، إلا أن بفضل جهود القيادة العامة وتوجيهات القيادة العامة وإصرار القيادة العامة على إرساء الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا. وأنتم شايفين منطقة الجغبوب تعتبر أقصى نقطة على منطقة طبرق العسكرية، بفضل الله أولا بفضل توجيهات القيادة العامة وتم وصول سيادة أمر المنطقة، وبالرغم من الزيارات المتكررة والتعليمات السابقة والإصرار والعزيمة على إنشاء وحل كافة المشاكل حتى في أقصى ربوع المنطقة الشرقية. فأنت شايف الوضع بروحك بدون دعم ومعنويتنا عالية، بل يبقى فيه دعم وفيه توجيهات وفيه توصية خاصة من سيادة المشير. فنحن نحييه ونأكد له على أن نحن جنود مرابطين في أقصى ثغور ليبيا وعلى استعداد لمكافحة أي خطر يواجه ليبيا حتى وإن كان في أقصى بقاع الأرض. شدوا على يديكم، شكرا يا فندم. بارك الله فيك. بارك الله. الوطن اللي ماتوا فيه رفقائنا في درنا وفي بنغازي وفي طرابلس، الوطن اللي ماتوا فيه رجاله ما ينبحش بال اللي بنفس الدخان والتهريب ولا حشيش ولا ترامادول. بارك الله فيك. انتم الان في مرحله قتال برضه، عدوا خوتكم اللي استشهدوا في سبيل الوطن، وعدوا الجرحى اللي ما زالوا الان جرحى ما زالوا الان جرحى. وانا اول امس كنت نساول في احد جنودنا الابطال له اكثر من سنه يعالج وجبه شلول، تعرفوا كلكم مظفر قاتل حياة ابراهيم، 5 رجاله فقط فوتوا ودراسين. مشاهدينا مازلنا مكملين في المتابعة، ورحبوا معايا بالعقيد محمد جواد آمر كتيبة 190. رحب بك يا فندم من خلال جولتنا ومتابعتنا. مرحبا بكم ومرحبا بقناة الحدث اللي مواكبة جميع تحركات القوات المسلحة العربية الليبية، نشكرها على المواكبة سواء في المهام القتالية أو في المهام العادية. نحن حاليا برفقة سيدي اللواء سالم مفتاح الرفادي آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية، وكبنا نحن كالكتائب، كتيبة 190، كتيبة 108، الكتيبة 104، الكتيبة 170، قاعدة ناصر الجوية، الأجهزة الشرطية، حرس المنشآت النفطية للمرور والتفتيش على النقاط الاستطلاع بالمنطقة الجنوبية الحدودية لمنطقة طبرق والمواقع العسكرية، وبالإضافة إلى حماية الحقول النفطية وخط الامتداد، خط البترول الممتد من طبرق مرسى الحريقة إلى حقل السرير. هذه الجولة لتفقد بعض الوحدات والوقوف على المشاكل والصعوبات وتدليل الصعاب أمام جميع الوحدات. وها نحن بالجولة التفقدية حاليا بدينا من النقاط التفتيش من الكتيبة 190 إلى الكتيبة 108 إلى الكتيبة 104، وحاليا نحن في الكتيبة 108 أحد النقاط الموجودة على الطريق. وها نحن ندلل في الصعاب، وأمر منطقة يمر على الوحدات بالكامل، وإن شاء الله ندلوا الصعاب ونشوفوا المشاكل والصعوبات اللي تواجه هذه، والحد من الهجرة الغير شرعية وتجار المخدرات وجميع أنواع الهجرة. والله نحن حاليا نقول الحمد لله، نحن الموجودين هنا في ناس موجودين في القتال في الأمام يعني في الخط الامامي اللي نحن حددناه في صخرة الجفرة، هذا خط الموت. وحاليا نحن نأمنوا في الخط الخلفي اللي هو الخط الحدودي بالكامل، نسيطروا على الهجرة الغير الشرعية جميع مختلفة. نحن نشوفوا الهجرة الغير الشرعية سواء من الأخوة السوريين أو الأخوة المصريين أو جميع الأخوة الأفارقة اللي يخشوا هنا. ونحن حاليا بنهدوا من الهجرة غير الشرعية ونكافحوا تجار التهريب جميع أنواعهم، سواء تجار تهريب مخدرات أو هجرة شرعية أو بعض المهربين الآخرين إن شاء الله. رسالة تحب توجهها قبل ما نختم معك أفندي محمد؟ والله نوجه لأي مواطن يساعدنا ويبلغ الهجرة غير الشرعية ويبلغ الأماكن تواجد الهجرة غير الشرعية الموجودة في الصحراء سواء كانت أو في المخازن ولي حتى يتم مداهمتها، لأنهم أخوتنا المصرية قاتلوا معنا جنب لجنب لتحرير وطننا. ضروري نوقفوا معهم وقفة يعني جدية، وقفة يعني لأن تجار رقيق وحتى ديننا نهى عليهم. موجودين حاليا يستعملوا فيهم في الحناجر ويضربوا فيهم ويسوموا فيهم. نحن نحاولوا بنهدوا هالثني، بلغنا عليه مخزن نحن ندهموه القوات العسكريه، وان شاء الله ناخذ الموقف جديات، وان شاء الله نكونوا احنا نحسن ظن اي مواطن يعني. شدوا على يديك، شكرا يا فندي. مشاهدينا بك نكون وصلت بكم ختام المتابعه واللي شفنا فيها جوله امر منطقه طبرق العسكريه اللواء سالم الرفادي على النقاط والتمركزات الامنيه لأبناء المؤسسة العسكرية أبناء القوات المسلحة. بهكي وصلنا لختام هالمتابعة. تقبلوا تحياتي عبد الباسط فيتوري، وفي التصوير عبد القدوس الفيتوري ومويلة الخرشوفي، وفي الإشراف العام المخرج جلال احمد علي. امل نلتقي بكم في متابعة جديدة. تقبلوا تحياتي.